وإلى الأوضاع في غزة، حيث يتواصل قصف الاحتلال الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في القطاع لليوم 85 للعدوان. وأسفرت غارة اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم النصيرات بوسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد صحفي فلسطيني وإصابة آخرين. كما تم استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع يافا شرق غزة، وشهدت مدينة رفح بجنوبي القطاع قصفا مدفعيا عنيفا، بينما تكثفت الغارات على شرق مخيم البريج بوسط القطاع ووسط مخيم جباليا شمالي القطاع ومدينة خان يونس بالجنوب، حيث أسفرت تلك الغارات عن استشهاد وإصابة العشرات. هذا وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح لأكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة اتخاذهم لها ملجأ لهم.